باشا. ما تيجي تشتغل معايا؟ اشتغل معاك فين؟ في الكباريه. اخرس كقاطع لسانك. هديك 5000 دولار. انا هكمل وخليهم ست. يعني معاي؟ معاك طبعا. انت واخوك. ايوه انت شبهه بالظبط. بس يعني بقى اسكت. ماشي ماشي معاك. بقول لكم ايه، انتوا موزعين ولا ايه؟ في ايه؟ ايه انا هنادلكوا السيد المسؤول الكبير. السيد المسؤول الكبير. مش مستاهل مسؤول. السيد المسؤول الكبير اهو جه. اهلا وسهلا. مين حضرته؟ ده استاذ فاروق ملبن. استاذ فاروق ملبن، اهلا وسهلا بيك. حضرتك مرشح كوزير للسعاده. في 2 متنافسين معاك، هيتعمل مسابقه، اللي هيفوز فيها هيبقى هو الوزير. شايفه الناس العسل. بقول لك ايه يا باشا؟ ايوه. ما تيجي تشتغل معايا. انا اشتغل مع حضرتك ايه يعني؟ هتشتغل معايا في الكباريه. كباريه؟ انت اتجننت. هديك 10000 دولار. لا لا لا. الدعوة بتاعتك، لكن انا مركزي. بس والله يا رئيس انا شايف ان انت تاخد ال 10000 دولار. ايه يا رئيس؟ ايه يا رئيس؟ خلاص خد معاك الاستاذ ملبن. ايوه خد الاستاذ ملبن وبحشيه عين جبل. ده انا بقيت مسخره زيكم. على ما يجي المتسابق الاخير. ماشي اتفضل يا عم، هحط لك عين جنب. يا باشا انا كنت بشوفك في الكاميرا. يا عم اسكت بقى. خلاص اشتغل معايا واديك 6000 دولار. لطيف جدا يعني، عارفه تحس يعني انه يا حسنات.